كما كتشوفوا ديزاين ديال تي ماكس واعر بزاف الصراحه. الاكس ا دي في لافونتاج اللي فيها هو انها تقدر تطلع في التريطوار، داكشي عادي ديال الحرت ديال الطريق. مي في المدينه خويا انا بالنسبه لي كنتنقل لاصال معارف وما كنسافرش به، دونك تي ماكس حسن ليا. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم فيديو مختلف، اليوم غنبارطاجي معكم واحد التجربه اللي ديجا عشتها. سمعوا الموتور، سمعوا الموتور، ها هو جاي اكس ا دي في. واحد التجربه اللي ديجا عشتها هو انني ديجا كان عندي تي ماكس، وكنت موصي واحد الدري صاحبي اللي باع لي تي ماكس الاول، عبور كتعرفوا لي كتكون في افريقيا غتشوفوه دابا، واللي باع لي تي ماكس الاول ودابا وصلت له واحد تي ماكس يلاه حضر 2021. ولكن الدري صاحبي الزوير اللي غتشوفوا معايا دابا قال لي خصك تاخذ اكس ا دي في، ولكن انا ما مقتنعش. واخا بزاف ديال الناس ولاو ياخذوا اكس ا دي في دابا لحقاش ولات كونكيرون ديال تي ماكس، هي 750 وفيها ديزافونتاج زوينين اللي غنشوفوهم دابا. غنشوفوا هذا شكون اللي غيسبق، غنشوفوا السرعه وغنشوفوا كل شيء. هو الدري جا عندي، دونك خليكم معايا باش نبارطاجي معكم التجربه، وفينالمون غادي نشوفوا شنو غناخذ. انا غالبا غناخذ تي ماكس الصراحه، ولكن بغيت نوريكم غير الفرق اما احسن، وانتم غتجيو لي في كومونتير اما احسن. تسنى وجا عندي خويا زوير كتعرفوه، الناس ديال انستغرام كيعرفوه. واحد حاجه قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، خويا زوير عاود لينا الاكسبيريونس ديالك فاش كنتي جاي من الرحمه، شنو طرالك؟ واش نقول لك قسما بالله لا الموت الشاحب هذا حق الله. هو غنموت ديال الكاسك ياك؟ واش ما نكذبش عليك، حتى قال لي ربي وقف ديال الكاسك، طرح كامل كندور بلا كاسك. بعدا باش ننصح كاع الناس اللي كيدوروا بلا كاسك يديروا احتياطات ديالهم. والله مع درت اخويا الكاسك وراه شي 3 دقائق قسما بالله شي 20 واحد خرج ليه وسط الطريق يلا وبداو كيضربوا بالحجر. واش نقول لك، حفظ الله الله وردات الوالدين والله، باش يشفروا ليه الموتور. المهم غنوريكم شنو طرا ليه الموتور. المهم كيف ما كتشوفوا تهرس لي هنا، تهرس لي هنا، شو ما عليهم. دابا المشكله اللي بغى ياخذ كاريناج ما يلقاش كاريناج دوريجين. فوالا خوتي السيمو جا عندي، مرحبا بك خويا السيمو. السيمو جبتك الفيديو باش تحشم باش دير معايا مزيان. الله يحفظك. هاي البياسة اللهم بارك 2021. الاولى اللي كتبعتي لي البيضه شنو سميتها؟ دي اكس ايس فلو. هذيك انا نحط لكم التصويره ديالها هنا، السيمو اللي كان باعها ليا. ودابا كنت موصي على وحده جاب لي هذه 2021 اللهم بارك. المهم اخر لون خرجت 560 هو هذا 2021. دير معايا مزيان كلشي ديالك ياك، ما تحشمش احشم احشم. لا انا غادي نتفاهم معك دابا باش تحرجك. لا الله يحفظك. شوف خويا هذاك الشيء اللي بغيتي مرحبا. المهم نورمالمون انا فان ديال تي ماكس تسيمو، ولكن انت كينسي بك لي حسن خذ اكس ا دي في 750 على قبل الطريق. غادي نعرفوا شنو هو الفرق بيناتهم في الفيديو ان شاء الله ياك. انت شنو كيعجبك بالنسبه للاكس ا دي في الاخر؟ احسن من هادي ولا قبل منها هي 560 احسن لك من الاكس ا دي في اللي غنشوفو. فوالا يعني الا كانت اكس ا دي في 2022 احسن من تي ماكس 2022. احسن من 2022. واو قول لي هاكا، دونك تبغي نشريها من عندك. ما كايناش وباقي الثمن ديالها طالع بزاف. المهم في هذا الفيديو غادي نشوفوا الفرق بين اكس ا دي في وتي ماكس حتى في السرعه شكون اللي كيسبق. في الديبار 560 في المسافه اكس ا دي في. When we got stakes for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. I'ma shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know about hard. Mama told me, boy, make sure you tired. شنو جبنا الـ XADV؟ مراد جاب لينا ميكرو على قبل البرد. كتشوفوا في الفلوجات ديالي كيكون الريح، حيت ديما كنكون ناسي عنده. دابا هو جابو ليا. المهم هاي جبنا الـ XADV. نورمالمون هادي غير 2019 غنكومباريوها مع 2021، ولكن الا عاوتاني درنا 2021 شي حاجه صداع الراس. حنا دابا بغينا ناخذ غير تجربه، كيقول لك جالس ربي الفلاس، واخدين هادي غادي نشوفوا شنو. وفي نفس الوقت هذيك هي 2020 غنلولي نبدل في 2021. يعني نفس 2020 نفس 2021 غنلولي نبدل. حيت انا باش تكونوا عارفين واحد الحاجه، انا ما عنديش مع الماطر بزاف، كيعجبوني ولكن ما كنفهمش فيهم بزاف. يعني فاش كنبغي نشري موطور كنعيط للسيمو ولا انتاكين سيبي كيجيب لي موطور وصافي. صراحه نقولها لكم. دونك غنشدو الطريق دابا وغنوريكم شنو الفرق بين هادي وهادي حتى في لي زوبسيو. با اكزومبل هادي راه فيتاس، اما كتبغي تسوق فيتاس اما عاديه، انت اللي كتختار. وفي الركبه تي ماكس اللي احسن. شوف راه كاين دراري كيداروا كومباريزو زوينه بزاف ديال لي زانفورماسيون، ولكن انا بغيت نديرها بالطريقه ديالي ونقولها بالطريقه ديالي، وما غاديش نحكر على لي ديتاي. انا غنحكر على شكون اللي غيسبق واما احسن في الركبه وفي الثمن. فوالا هادشي اللي كاين. بحال شي واحد باغي يشري باغيرك، بالنسبه لشي واحد فيكم باغي يشري موطور ما تعرف من هنا الوقت. نقارنوا دابا الاكس ا دي في مع تي ماكس، وخا تي ماكس احسن ركبه كاينه في الماطر. بس هذا
كنت في مسافه قصيره كيفما كتشوفوا صبغتو ولا هو خلاني معاني باش يبيع لي الموطور هذه هي في مسافه قصيره تي ماكس لي سقات تي ماكس كتش اوتوماتيك بي في بي ماشي بحال هذيك تقدر دوز فيتاسات دونك عرفت شنو غادي نديرو دابا باش نكون انا زعما كاين شي يقول انا نوطر غنخليه هو غادي يتسابق مع زوير حيت زوير مرضاش قال لك لا الاكس ادي هو الستاج ديالو ياك لا لا ماشي واش شنو قلت شي حاجه شكرا انا يا ديمار انا كيف الاكس ادي احنا غادي نشوفو شوف غتختاروا مسافه ياك ممكن نعطيهم مسافه باش مسافه انا غنتسناكم هنايا انت راه عندك الجو برو صور لي بالجو برو وغنشوفوا شكون اللي غيسبق غنتسناكم انا هنا مزيانه صافي يلا نتلاقاو كتشوفوا فالا راه ما مشاو ليه ها هو غيقاد مورد يعطيهم الديبار وغنشوفوا شكون اللي غادي يسبق غالبا في الديبار تي ماكس وفي الطواله اكس ادي في 3 2 1 اكس ادي في اللي وصلت على السبقه على السبقه لا قلت لك الديبار في الديبار ديما راه سبقش وتشوف فيديو هاد مورا سبقتي في الديبار وسبقك فوالا فوالا دابا انا راه بخي يعطيكم السينيال واحد جوج ثلاثه اكس ادي في الثاني مره حشمتينا اخويا فارس باش خويا كتشري تي ماكس خويا 750 500 وجاني كاين فرق ياك كاين فرق ولكن في الديبار ديما غنسبق راه سبقش في الديبار لي شي فيديو خويا قنعتيني بلي اكس ادي في كتسبق تي ماكس هذا مصباح وكيكذب عليك ياك والله ما بغيتش ندوي حشمت انا كاع لا لا هو فيديو ديال مورا واش تقول الديبار لا سبقتي في الديبار ولكن ودير الاس دير الاس ياك دير الاس المهم اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للثمن تقريبا شحال كدير الاكس ادي في بحال ما هكا 2019 بحال هاد الكري هاد اللي عند علي كتكون بقى ما بين 11 13 13 ونص 14 ماكسيم دونك تي ماكس غلا حقاش 2021 ديال الاكس ادي في غاليه 18 انت شحال تبيع لي تي ماكس دابا راه تي ماكس خاسر يشري معنا لا ما خاسرش لا خاسر زعما خاسر في السباق لا ديبار وري مراد في الديبار اش بالك مراد وي انا راه في الاول راهنت على الاكس ادي في ولكن في الديبار سيمو شويه ديتاب دابا ولكن كون طوالت كون طوالت المسافه كان مازال غادي يسبق على زوير اكس ادي في هذاك الشيء قلت لهم شي انا قبيله وانا كنقول لكم بحال هكا حنا ما غاديش نقولوا لي ديتاي حنا ما نقولوش لي ديتاي شحال تبيع الموضوع انت عارف كلشي خصني تشد ليه خصني 120 معاه في كاميرا فهمتي الحمد لله ربي لا والله دابا انت دابا اقسم بالله انت عارفين فحال شريتو لا فحال شريتي انت صافي خلي داك الشيء بيناتنا بلا ما نقولوا ماشي مشكل طلع لي انا في 15 صافي اخو الله يسخر الامور صافي المهم انا بغيت غير باش يعرفوا شحال داير لا 15 هو شحال داير دابا هاد اللون الاخرين كيكونوا 14 هنا حيت دابا هو ما بقاش في الجديد هذا هو لافون لا كاين باقي في الجديد ولكن كتسنى واحد المده هادشي علاش باقي الثمن ديالو ولكن شفت في 2022 شي حاجه عاوتاني الخيال العلمي لا ياك 500 في 2022 غتشوف الاكس ادي في نقول لك من هنا سلام خوتي كيبان لي ما بقى ما يتصور صافي نسيني شي حاجه ما بقى ما يتصور كاينين بزاف د الحوايج ولكن ما نقدرش نوريهم انا حماده طيح باغي غير كيف انا ما نقدرش نقول شي حاجه انا ما عارفهاش هو كيوريكم انه باغي يشتري شنو واجبو فهادي وشنو واجبو فهادي ولا يخلي لها شي هو اللي كيسبق تمشي عاوتاني الطابلو ما ما انا لي زوبسيون الوحيده اللي ما عجبتنيش في اكس ادي في الطابلو كون شوف ما عجبنيش كاليكاتريس صعيبه شويه بالنسبه لي زوبسيون راك عارفين ما تحتاجش بزاف هذه راك تدخل سخونيه في كوسان سخونيه في اليدين شجاجه اوتوماتيك وفيها دوليم وحتى هذيك 2021 ولا 22 غتكون حتى هي واعره الا خرجت غادي ندير لكم شي ريفيو تاعي والسلام عليكم اخوتي بيس اند لوف